هلا والله حبايب. طبعا تجربة ويانا جهاز البوكو اكس 3 برو اللي كلكم طلبتوه. مواصفات الجهاز: الشاشة 144 هرتز، يشغل باللعبة 60 فريم مع الاتش دي ار، بطاريته كلش ممتازة كشحن يكفيك، والجهاز كلش قوي بلعبة ببجي موبايل، يعني ينطيك اداء اتش دي ار مع 60 فريم. سعر الجهاز تقريبا ما يقارب الى 450,000 عراقي، وكلكم شفتوا اداءه باللعبه ما شاء الله سلس وبهيدات كلش قويه وما مضبط حساسيتي. اما من عيوب هذا الجهاز راح تشوفون يفصل بالفايتات القريبه اذا كان نتك متوسط او نتك ضعيف، فيحتاج الى نت قوي. طبعا انصحكم بهذا الجهاز كلش.